تهدى وترتاح، خليك معاهم وحياتك بتكون أفراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، حبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء طيب متجدد بإذن الله تعالى، ربنا يجعله خالص لوجهه الكريم. والله لو إحنا في آخر الدنيا، لو إحنا مسافرين أو طايرين أو ماشيين على الأرض، طايرين يعني راكبين طيارات أو ماشيين على الأرض برجلينا أو في عربيات، بيبقى نفسنا نوصل لحبايبنا بسرعة، بيبقى نفسنا نوصل ونلقى الأحبة. يا رب يا رب نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وآله في الفردوس الأعلى إن شاء الله. قولوا جميعا آمين. وفي الدنيا بنحب نجتمع بحبايبنا، عشان كده بنحب نخلينا معاهم. تعالوا نتعبد لله سبحانه وتعالى شوية دقايق بنعيشهم مع بعض في أيام طيبة وليالي طيبة. الأيام فيها كتير قوي من المشاكل، الأيام بتمر بينا بسرعة جدا، لكن للأسف ممكن تاخد مننا كتير قوي من حياتنا. الوقت زي ما كلنا عارفين، الوقت هو الحياة. عمرنا وإحنا بنتكلم دلوقتي فات منه شوية. إذا ما كناش بنستثمر شوية دول، اللي جاي من عمرنا واللي باقي من عمرنا هيروح عمرنا، هنبقى مش عارفين هو راح في خير ولا راح في غير ذلك. هنعرف إزاي إذا كان في خير لما نلاقينا متفائلين ونلاقينا إيجابيين ونلاقينا حاسين بالسعادة اللي ربنا بيديها لنا، في راحة البال والطمأنينة. والطمأنينة وراحة البال بندرسها ونفهمها لما نعيش مع الصالحين، نعيش بسيرتهم العطرة، نتعلم منهم ونفهم معاهم إزاي الناس دول وصلوا للسعادة، إزاي وصلوا للطمأنينة. وهي دي العبادة اللي بنعبدها لله سبحانه وتعالى، بنعبدها لربنا وإحنا بنتعلم وبندرس مع بعض التنمية البشرية. التنمية البشرية اللي بتنمي نفوسنا الطيبة، اللي بناخد من المنهل الطيب منهل سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المعلم الأول لفنون وعلوم وتقنيات التنمية البشرية. كلام بنذكر بيه بعض تاني، لما كنت بتعلم مع جون جريندر اللي عمل البرمجة اللغوية العصبية واللي جددها وطورها وعمل الشفرة الجديدة للبرمجة اللغوية العصبية، واللي كان سبحان الله منهج دكتور إبراهيم الفية الله يرحمه بيعلمه لكتير جدا من الناس اللي حواليه في كل مكان في العالم. كانوا من الحاجات اللي بيقولوها بوضوح جدا، الفسيولوجي بيغير السايكولوجي، أو زي ما بيقولوا الحركات بتاعة الجسم كلها، حركة الإيدين والرجلين والرأس والدماغ والرياضة أو القعدة أو القومة أو النومة، لما بتبقى موجودة في البني آدم لو غيرها بتتغير حالته النفسية. يعني الراجل اللي قاعد تعبان وزهقان لما بيقوم يتمشى شوية بيسرع عن نفسه، يعني الراجل اللي بيتخانق وهو واقف لو قام اتوضى بتتغير نفسيته وحالته النفسية. الكلام ده بيقولوه وكانوا تقريبا مرشحين ياخدوا نوبل، وكانت البرمجة هي أعلى تقنية موجودة في العالم 10 سنين ورا بعض، من سنة 2000 مثلا ل 2010. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان بيعلمنا في المواقف، إذا غضب أحدنا وهو جالس أو قائم أو راقد فليغير من وضعه من جلسته، فإن كان به أذى من شدة الغضب فليتوضأ. سبحان الله، لما بنتوضأ ما شاء الله، الماء يطفئ النار، والوضوء سلاح المؤمن، يذهب به الشيطان أو يذهب الشيطان بعيدا عن الإنسان بسبب الوضوء بحول الله وقوته. لكن سبحان الله، ما هو ممكن الشيطان يبقى بني آدم مننا، واحد مننا يبقى جواه نفس نستعيذ منها. ما احنا بنقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الناس ممكن يبقوا شياطين وأصحاب وساوس، وممكن تبقى نفسنا نفس مش راضية. نكسر النفس الشيطانية ازاي اللي ممكن تبقى جوانا؟ بالوضوء، لان بنحرك فيه كل الجسم ونقوم نصلي. والنبي صلى الله عليه وآله كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. نرتاح بالصلاة اللي بنحرك فيها في الوقفة والجلسة والقعدة والركوع والسجود. طب جون جريندر بقى كان يعرف الحاجات دي منين؟ ربنا
ادانا نعم كتير قوي بس احنا مش شايفينها. لما قلت لجون جريندر ان النبي صلى الله عليه واله علمنا الكلام دوت، كان بيقول لي وانا احترم هذا النبي ان كان قال ذلك. قال كده النبي صلى الله عليه واله، بس ما حدش قال لجون جريندر ان النبي صلى الله عليه واله قال كده، لان احنا عرفنا بس ما فهمناش ان دي فنون وعلوم وتقنيات التنميه البشريه وتزكيه النفس الانسانيه. بيقولوا هو البرنامج ديني ولا بنتكلم عن الصحابه ولا بنتكلم في التنميه البشريه؟ هما الاثنين على بعض، ما هي حياتنا كلها على بعضها. والنهارده نفسي اخلينا معاهم لان حدثت مواقف كتير قوي، من ضمنها شفت ناس يعني رجاله ربنا يحفظكم عايزين يتجوزوا تاني، وشفت نساء نفسهم يتجوزوا وبقوا امهات لايتام بس مش عارفين يتجوزوا لان العادات والتقاليد قد تكون الموروثات الثقافيه، مش بقول حلوه او وحشه لكن تعالوا نتعلم مع بعض، بتمنع مثلا امراه شابه عندها 30 سنه عندها 3 4 عيال ان هي تتجوز تاني لان جوزها مات، لان اهل جوزها هيزعلوا، لان ورث عيالها هيروح، لان عيب، لان ما ينفعش، لان حاجات غلط، مش عارف هي دي صح ولا غلط. تعالوا نفهم مع بعض ونتعلم، تعالوا نعيش معاهم النهارده، نعيش مع ام من امهاتنا، امهات المؤمنين، ام من الامهات اللي جهدوا في الله سبحانه وتعالى حق الجهاد حتى اتاها اليقين. ما شاء الله من اليوم العالمي للمرأة واحنا بنتكلم عن امهاتنا امهات المؤمنين عشان نعرف المواقف بتمشي ازاي. يعني ايه زوجة تضحي بكل ما تملك وتؤمن وتعتقد فيما يعتقد فيه زوجها الى اخر يوم من عمرها؟ ازاي تخطب؟ ازاي تتجوز؟ ازاي تربي ولادها؟ ازاي تعيش بامكانياتها المحدودة مع زوج امكانياته محدودة؟ عشنا كل الكلام ده واكثر مع امنا خديجة ومع السيدة فاطمة الزهراء، مع سيدات نساء العالمين، عشنا عشان نتعلم دور المرأة التي تتعلم وتأخذ من زوجها العلوم لتعلمها للعالمين كما عشنا مع امنا عائشة. النهاردة هنعيش مع امنا بنت زاد الركب. زاد الركب ده اسم قيل على أبوها لأنه كان من أكرم كرماء قريش، كان من أجود الناس في زمانه، كان إذا خرج معه ناس أي حد كان بيخرج معاه في رحلة أو في سفر كان يكفيهم زاد ركبهم، ما كانش حد يجيب معاه حاجة لا أكل ولا شرب، هو يكفيهم هذه المؤنة أو المؤونة اللي كانوا بيسافروا بيها. هو كان بيجيب كل حاجة، بيجيب الأكل والشرب طعام وشراب وما يحتاجه الناس في الأسفار، محدش في القافلة يجيب حاجة. ليه؟ إنه زاد الركب، لحد ما سموه بزاد الركب. خلونا نقول لكم، هو كان أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، من المخزوم آل مخزوم أو من قبيلة بني مخزوم، وكلهم كانوا في قريش من أكابر مكة. بنته هند، واللي ما شاء الله ما شاء الله الاتصالات بدأت على طول. طيب خلونا نعرف ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسماء من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. حضرتك السيدة خديجة بنت خويلد إن شاء الله. ربنا رب يعزك. أمنا خديجة بنت خويلد تحدثنا عنها ما شاء الله من أكثر من حلقة، لكن هي مش أمنا خديجة يعني. طيب ما شاء الله وأنت معانا ربنا يكرمك. ممكن حضرتك تكمل الكلام عنها ان شاء الله وانا مع حضرتك؟ هكمل وانت معانا. طيب ما تبقى معاكي فرصه ثانيه ان شاء الله، ربنا يا رب يحفظك. خلونا نعرف ان امها كانت عاتكه بنت عامر ابن ربيعه ابن عبد المطلب، اخوالها لابيها عبد الله بن زهير، وكان او كانت بنت عم سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لان سيدنا خالد بن الوليد ابن المغيره وهي هند بنت أمية ابن المغيرة. طب تعالوا نعرف قصتها. وأنا أول ما هبدأ أتكلم أنا عارف دلوقتي ما شاء الله كلكم هتعرفوها. تزوجت ما شاء الله من شاب من شباب قريش العظام المجاهدين الأفذاذ، من الرجال اللي سبقوا إلى الإسلام وسبقوا في الهجرة إلى الحبشة. هاجروا إلى الحبشة
وربنا أكرمهم بخير جوار بجوار النجاشي في الحبشة. عاشوا في أمان وعاشوا في سلام، وربنا رزقهم بابنهم الأشهر اللي هي سميت أو كنيت باسمه، وكني زوجها باسمه. زوجها ابن عبد الأسد المخزومي ابن عمها، كان من أشرف الرجال كما كانت هي من أشرف وأجمل النساء في قومها. وهنعرف القصة ماشية ازاي. لكن عندما تزوجت وأسلمت مع زوجها وهاجرت إلى الحبشة، وربنا رزقهم بابنهم الكبير اللي سميت على اسمه، ثم بعد ذلك ما شاء الله ربنا رزقها بثلاث أولاد وكان عندها أربع أولاد. لكن بعد الهجرة إلى الحبشة لم يطل بهم المقام ورجعوا إلى مكة المكرمة. وزوجها كان أول من هاجر إلى المدينة قبل البيعة. سبحان الله، قبل أن تكون البيعة أصلا، لكنه علم أن في المدينة رجال، وربما رجال ونساء أسلموا. وخد بعضه وقرر أن ياخد زوجته وياخد ابنه ويهاجر إلى المدينة حتى قبل أصحاب العقبة ما يوصلوا مكة، أو يبقى فيه هذا الحوار وهذا الانتقال بالدعوة من مكة إلى المدينة. خد زوجته على البعير وخرجوا إلى المدينة. هم مين؟ تعالوا نعرف من ألاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. الحمد لله. ألاء علي صوتك. جزاكم الله خير الجزاء. وجزاك إن شاء الله ربنا. الله عز وجل أن يجمعنا بأمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ربنا يا رب يرضى عنك إن شاء الله يا ألاء ويكرمك. طب عرفتي إزاي؟ لم يعني هي الأسنان قبل الهجرة، وكانت في حمى النجاشي. هذا الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه ملك لا يظلم عنه عنده أحد. أنا عرفت من الحتة ديت. وإن أبيها كانت بنت ذات الرب، كان معروف خالص إن والدها هو اللي كان مسؤول عن الناس اللي بتيجي لمكة. يعني ما شاء الله عليك. ربنا يا رب يكرمك يا ألاء إن شاء الله. سيبي تليفونك يا ألاء وأرقام العنوان وكده، إن شاء الله نبعت لك مجموعة من الكتب هدية إن شاء الله توصلك على خير. جزاكم الله خير. تعالوا النهاردة ناخد منهج جديد اللي نتعلم منه واللي يقول لنا ما شاء الله معلومة إضافية، بس في آخر الحلقة عشان ما شاء الله إخواننا يعني يطلبوا المداخلات كتيرة، وناس بتبقى زعلانين وعايزين يعملوا مداخلات. إن شاء الله في آخر عشر دقايق ولا حاجة ناخد اللي استفدناه من الحلقة، وبعتوا لنا ما شاء الله على SMS وإن شاء الله نحاول نطلع بيه بإذن الله تعالى. لأن إحنا بنتكلم من الدروس اللي بنتعلمها لهذه المرأة المجاهدة اللي ربنا رزقها وهي بعيد عن أهلها، وهي بعيد عن عشيرتها، وهي بعيد عن أبوها. وأبوها مين؟ ده زاد الركب من أشهر ما شاء الله الكرماء في العرب، وزوجها من أشرف الكرماء في العرب، لكن يهاجروا ويتركوا أهلهم ويتركوا ناسهم ويتركوا بلدهم. وربنا يرزقهم بعيالهم ما شاء الله، سلمة وعمر ودرة وزينب. طبعا الأشهر سلمة، لكن هناك عمر ودرة وزينب، ودول لهم ما شاء الله قصة، لأن زينب هذه ستكن من أكثر النساء علما في زمانها. وتعلمت عند مين؟ هنعرف، وهنعرف تعلمت إزاي. لكن تعالوا نعيش المواقف الصعبة عشان نتعلم، عشان الزوجات يتعلموا. بس يعني ما شاء الله ربنا يحميكم ويحفظكم. الزوجات المرحرحات قاعدين دلوقتي بيشربوا شاي، ولا قاعدين مبسوطين في جو طيب ما شاء الله، الجو برد شوية ولا حر شوية. في ناس بتزهق من الحر ونشوف بدل المروحة عايزين تكييف، وفي ناس بتزهق من الضغوط الزوجية وان جوزها مش قاعد معاها وان اهلها مش بيزوروها. في ناس كتير، سيدات كتير بيزهقوا. لكن سبحان الله، تعالوا نتعلم نعمة الامن والامان لما نشوف الزوجة المجاهدة لما تخرج مع زوجها المجاهد عشان يهاجروا من مكة للمدينة، وهي تجلس على البعير وزوجها يأخذ بخطام البعير وابنها في حضنها، سلمة رضي الله عنهم جميعا. وخارج هذا الزوج بزوجته وابنه ومسافرين مهاجرين في سبيل الله، لكن يطلع أهلها إلى أين تذهب وهاجر في سبيل الله؟ أقول لكم كلام بمعناه طبعا. إلى أين؟ إلى المدينة. والله لا تخرجن ومعك
ابنتنا، بنتنا تاخد بنتنا وتمشي ليه؟ مش من حقك ما تاخدش بنتنا. ويبدأ أهلها من بني مخزوم يتشاجروا أو يتعاركوا مع أبو سلمة رضي الله عنه. الموضوع يخلص بين أبو سلمة هيمشي ويسيبها ولا هيقعد جنبها يخرج في سبيل الله. لكن يخرج إزاي إذا كانت هي هتقعد عند أهلها؟ لكن سلمة هذا لأهله بني عبد الأسد، أهله اللي هم أهل أبوه يقولهم لا، إن خرجت والله لا تخرجن أو لا تجلسن في قومها بولدنا، ما تقعدش بابننا معاهم. وابدأهم يتعاركم على هذا الطفل الصغير، يا يتعاركم إلى أن ينخلع كتفه، شدوا الولد الصغير لحد ما يتخلع كتفه. أهل الأم وأهل الأب بيشدوا العيل، وهذه الأم تبكي وينفطر كبدها وقلبها على هذا الموقف. ربنا يعافينا. تخيلوا هذا الموقف الذي ينتهي بأن يهاجر أبو سلمة إلى المدينة ويترك زوجته عند أهلها ويترك ابنه عند أهله، وهذه الأم التي تجلس عاما كاملا، سنة يا جماعة ما يقرب من 360 يوم، مفترقة عن زوجها وهو في المدينة. تخيلوا مسافة المدينة خارج مشي من مكة إلى المدينة، ما شاء الله بنتعب قوي في الأتوبيسات وفي العربيات وفي الطيارات، وإحنا مسافرين من جدة للمدينة في الطيارة أو من مكة للمدينة في العربية أو في الباص، إحنا في العمرة ما شاء الله ولا في مناسك الحج، دول بيخرجوا مشي في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا في تليفونات ولا في اتصالات ولا في تلفزيونات ولا في أخبار ولا في إنترنت ولا في حاجة خالص. يخرج أبو سلمة ويمكث في المدينة، هناك خلاص بقى بعيد لله، وهي عند أهلها تخرج كل يوم في نفس المكان اللي افترقت فيه عن زوجها وعن ولدها، وتبكي لله سبحانه وتعالى، وتبكي بكاء مريرا يراه كل أهلها، ولا ينفطر كبد أو يرق قلب لهذه المرأة الضعيفة التي أخذ منها ولدها وتركها زوجها، إلى أن يأتي يوم